يا أهلا وسهلا بكم. هل يمكن الاستغناء عن الفلارس؟ وهل الطيور اللي هي في الطبيعة، الببغاوات والعصافير البادجي، هل بيتقدم لهم فلارس وبلكم؟ بالطبع لا طبعا، يعني الفلارس دي أصلا مش متوفرة في الطبيعة، يعني الطيور اللي هي في الطبيعة مش متوفر لهم الفلارس ولا البلكم. لا، أمال الطيور احنا معودينهم على البلكم والفلارس، فيعني خلاص ما تعرفش ان انت تغير الايه، تغير الطعام. لكن بالطبع هل يمكن للطائر ان هو يعيش بدون البلكم والفلارس؟ بالطبع طبعا، نعم طبعا. الطيور طبعا في الطبيعة بتعتمد على أشياء كتيرة جدا، يعني خاصة مثلا الببغاوات اللي هي بتعتمد طبعا يعني كنوع أساسي اللي هو الأكل اللي هو الفاكهة. طبعا بتسعى بقى طبعا يعني أكل كتير، يعني خضروات، فواكه، أي نوع من أنواع الحبوب، بتاكل أي شيء في الطبيعة وبتعيش. لكن احنا بقى طبعا يعني لأن الطيور عندنا اتعودت على سيستم معين، على حاجة معينة، فهي ما يعني ما خدتش على التنوع. وطبعا التنوع دوت بيدي للطائر يعني مناعة كبيرة جدا، وبيديله عمر مديد، لأن جسمه يعني ايه بينوع في كل شيء، يعني بياكل الحشرات، بياكل الديدان، بياكل الخضروات. طبعا دي حاجات كلها فيها بروتينات، بروتينات عالية، وفيها يعني ايه عناصر غذائية مهمة جدا. انت طبعا الطيور في الأصل انت مأخدهم على حاجة معينة، على سيستم معين. تعالى كده نشوف، هل يمكن الاستغناء عن البلكم والفلارس مع ارتفاع العلف؟ طبعا بالنسبة للبادجي ممكن عادي خالص ان انت تستغني عن البلكم والفلارس، وتقدم الدنيبة، تقدم الدنيبة في فصل الصيف. يعني ممكن نقدم الدنيبة فقط، ونحط مثلا ايه مرة او مرتين في الاسبوع بس، ايه يعني ايه بلكم او بقليل جدا من الفلارس، عشان يبقى عندنا تنويع. يعني ممكن اجيب يعني مثلا ايه، ممكن اجيب 2 كيلو دنيبة واحط عليهم مثلا ربع كيلو بلكم او اقل كمان يعني، وممكن احط عليهم كمان 8 كيلو مثلا ايه فلارس. يبقى انا كده بعمل ايه، حاجة بسيطة جدا، يعني بحط كده حاجة ايه زي حاجة بسيطة جدا من الفلارس. ولو ما مش عايز احط الفلارس في فصل الصيف بالنسبة للعصافير اللي هي البادجي، مش مشكلة خالص، لان فصل الصيف الحرارة مرتفعة. الطيور يعني الحبوب ديت انا بقدمها في فصل الشتاء عشان ترفع معدل حرارة جسم الطائر، عشان الطائر يقدر يقاوم البرد الشديد. لكن بالنسبة لفصل الصيف فما تشغلش بالك بموضوع الفلارس، فقلل قوي منها يعني. طيب تعالى كده بقى بالنسبة للببغاوات، بالنسبة للببغاوات اعتمادها الأكبر على يعني الخضروات والفواكه، وأيضا أنت بتحط حبوب بكميات بسيطة مش كتيرة قوي. يعني باختصار الطيور في فصل الصيف محتاجة أشياء ترطب جسمها، محتاجة خضروات، محتاجة أكل لين، محتاجة فواكه، مش ان هي محتاجة حبوب. يعني انت في فترة اصلا راحة، يعني في فصل الصيف، انت في فصل الصيف يعني ما فيش، بتتوقف الطيور عن الانتاج، انت بتوقف الطيور، ده الافضل طبعا، انت بتريح الطيور في فصل الصيف. لكن ما تقعدش بقى تحط حبوب كتيرة، يعني انت محتاج انت تحط خضروات، ممكن تحط مثلا جزر، تحط فلفل، تحط اكل لين، تحط مثلا الغلة مثلا او القمح، القمح اللي هو بيكون اللي انت يعني اللي هو بيكون لين، بتحط مثلا اللي هي الغلة مثلا اللي هي المستنبتة، بتنوع في الاكل اللين، يعني ما بتكترش في الحبوب. يعني حاول ان انت تقلل كمية الفلارس، يعني ادام الفلارس غالية قوي. طبعا انتوا عارفين ان العملية عرض وطلب، فانت لما يعني لما نلاحظ ان في ناس كتير قوي قللت من موضوع الفلارس، فهيحصل ان الفلارس يعني حتما لابد ان هي هتريح، ولابد ان سعرها هينزل. فانت في فصل الصيف مش محتاج الفلارس قوي. بالنسبة لو انت عندك بادجي ممكن تأكله طول الصيف، تأكله دنيبة، وتحط يعني تحط بالكم يعني قليل جدا جدا جدا. يعني لو انت مش عايز تحط بالكم خالص وعايز تحط النيبة، ماشي حط النيبة بس، وحط معاها بقى ايه جزر، بطاطا، تحط خضروات، سيريس، تحط مش عارف، تجيب مثلا الغلة ديت اللي هي الغلة وتغليها، وتحط لهم مثلا مرة او مرتين في الاسبوع، تجيب الحلبة وتعمل لها استنبات، يعني تنوع في كل انواع الطعام.
كفايه اول الدنيبه بس كفايه، في ادام ان احنا في فصل الصيف هتكفي، لان طبعا انت لما تدي للطائر حبوب كتيره في فصل الصيف يعني جسم الطائر ممكن يحصل عنده سمنه، كمان درجه حراره مرتفعه طبعا، لان الحبوب طبعا احنا محتاجين الحبوب في فصل الشتاء، يعني البلكم ده مهم في فصل الشتاء والفلارس عشان يرفع من ايه، من درجه حراره جسم الطائر عشان يقاوم البرد الشديد، لكن احنا في فصل الصيف يعني ما تشغلش بالك بقى. طيب تعالى كده كمان، يعني انا بقول لك ان انت لازم تنوع للطائر، يعني انت مثلا عندك مثلا الكوكتيل، خلاص مش لازم نحط له خالص فلارس مطلقا، هنحط له مثلا نحط له دنيبه ونحط له البلكم، البلكم زائد الدنيبه زائد البطاطا زائد الخيار زائد الكوسه زائد الاكل اللين زائد الحلبه المستنبته، كل ده حاجات مفيده جدا. يبقى لو انت هتستغنى عن الفلارس في فصل الصيف عادي جدا خالص، لو انت هتستغنى عنها بالنسبه للببغاوات، بالنسبه للعصافير الكوكتيل او للفلارس، طبعا ده نمره واحد فلارس استغنى عنها مطلقا مفيش اي مشكله، لو انت هتستغنى عنها مفيش اي مشكله خالص، بس انت عوض بقى، نوع للطيور، تجيب مثلا للببغاوات مثلا اللب مثلا العباد الشمس، تحط لهم بقى بطاطا وتحط لهم خضروات وتحط لهم سريس وجرجير وفجل وخص وفلفل، كل الاشياء دي مهمه جدا. وطبعا يا جماعه ما ينفعش ان انا يعني ارفع الحبوب مطلقا عن الطيور واكلهم اكل لين او خضروات وفواكه بس كده واشتري الحبوب، ما ينفعش خالص، لان ممكن يسبب لي يعني خلل في النظام نفسه، نظام المعده يحصل فيها خلل فيحصل اسهال ويحصل مشاكل كتيره جدا، فلابد من وضع الحبوب. يعني انت لو انت عايز تحط حط مثلا، هنشتري حاجه معينه، هنشتري الفلارس مثلا في فصل الصيف، البادجي ده ممكن نأكله طول فصل الراحة، نأكله دنيبة ما تكلفش نفسك، مش مشكلة خالص، حط له دنيبة على طول باستمرار، حط دنيبة وحط معاها الخيار، حط معاها الجزر، طبعا كل ده برضك ايه بتنويع، مرتين مثلا خيار في الاسبوع، مره مثلا اكل مثلا القمح اللي هو اللين، مره مثلا الكوسه، مره مش عارف ايه، يعني نوع مع عشان يبقى ايه، تبقى انت بتحط للطائر كل الجميع العناصر الغذائيه. طبعا كل طائر ليه نظام غذائي، يعني كل طائر ليه نظام غذائي، يعني عندنا مثلا الدره المطوقه دي ما بتاكلش دنيبه، يعني ممكن تاكل دنيبه لو كلتها قليل جدا، فعندك مثلا البادجي اعتماده اكبر، ممكن بياكل دنيبه بشكل كبير، الكوكتيل بياكل دنيبه، لكن ما ينفعش ان احنا نعتمد على الدنيبه والا هيضعف، فاعتماده اكبر على الايه، على البلكم، وكذلك ايضا الفيشر. فانت لو انت قدمت الدنيبه فقط للفيشر والروز والكوكتيل يضعف، ما ينفعش نحط له الدنيبه مع زائد البلكم زائد بقى الايه التنويع في الاكل الخضروات، ونقلل قوي 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 بالنسبه لو ان احنا هنحط ايه فلارس، المهم ان احنا ايه نوفر في العلف. طبعا ما ننساش ان طبعا العظام الحبار دي حلوه دي جدا عشان بتدي للطيور الكالسيوم، طبعا ما ننساش ان انا بتكلم على الوقت على النظام الغذائي في فصل الصيف، انما طبعا في فصل الشتاء مختلف تماما، بالذات كمان لو في تفريخ وفي انتاج وفي زغاليل، فانا لازم امد الطائر بجميع انواع الحبوب. وده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله.